السلامة ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأحد السياسي اللي يرافقني فيه كل من الزميلين زياد كريشان مدير تحرير مجلة جريدة المغرب اليومية والزميل إبراهيم البوغانمي رئيس تحرير جوهرة أفام. نستقبل اليوم محافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي. مرحبا بك سي نابلي وشكرا على قبولك الدعوة. قبل ما نبدأ معاك الجزء الأول من الحوار نتاع اليوم نتفرجوا معنا مع بعضنا في التقرير التالي. كان موضوع استقلالية البنك المركزي التونسي ومسألة تعيين صلاحيات المحافظ محل تجاذبات سياسية من اللي تشكلت حكومة الترويكا وخاصة مع بداية مناقشة التوزيع المؤقت للسلطة العمومية في المجلس التأسيسي. وبالرغم من إقرار المجلس التأسيسي باستقلالية البنك المركزي، حاولت الترويكا الحاكمة أنها تسيطر على المؤسسة وما خابتش رغبة بعض الأطراف فيها في استبدال محافظ البنك المركزي دون نتيجة. وظهرت اختلافات مرة أخرى في مناقشة ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012، مما اضطر البنك المركزي لإصدار بيان يذكر فيه بأن البنك مسؤول على السياسة النقدية للبلاد وعلى محافظة على توازناتها المالية الكبرى، وفي الوقت اللي كانت إدارة البنك المركزي تحت إشراف محافظ السيد مصطفى كمال النابلي محل تقدير من قبل كل المختصين في العالم، واللي وقع تتويجها بمنح المحافظ جائزة أفضل محافظ للبنك المركزي في إفريقيا. تواصلت الانتقادات وجات خاصة في تصريح صحفي لرئيس الجمهورية المؤقت سيد منصف المرزوقي اللي أعلن عزمه على استبدال المحافظ، مما دفع بالمحافظ أن يذكر الجميع بمقتضيات قانون التوزيع المؤقت للسلط واللي يعطي الكلمة الأخيرة في تعيين المحافظ للمجلس التأسيسي بعد مشاورات الرؤساء الثلاث. وبالرغم من التجاذبات والمواقف هذه، فإنه محافظ البنك المركزي يؤكد أنه ما ثماش اختلافات مع الحكومة الانتقالية اللي يرأسها سيد حماد جبالي، وأن البنك المركزي قائم بدوره في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بصفة تخدم اقتصاد البلاد في هالفترة الحرجة اللي تمر بها. سي مصطفى، يبدو انه معناتها تعيينك والظروف اللي تمت فيها التعيين تاعك اللي تقريبا جات بعد 3 أيام من الثوره تخلتها عده معناتها هزات. البدايه كانت معناتها المطالبه والتاكيد على استقلاليه البنك المركزي، معناتها الراي العام ما فهمش شنو معناتها استقلاليه البنك المركزي، هل هي بدعه تونسيه، شنو هو السر في التمسك باستقلاليه البنك المركزي. المساله الثانيه الخصومه اللي صارت بينك، معناتها خلينا نسميه سوء التفاهم اللي صار بينك وبين رئاسة الجمهورية حول معناتها فهم والتهديد بتنحيتك، وصار جدل في الموضوع هذايا. يا من عطانا تفسر لنا الخلفية في الدعوة لتنحيتك هذه والدعوة لتمسكك باستقلالية البنك المركزي. هو أولا التذكير فقط، استقلالية البنك المركزي ماهيش بدعة لا تونسية في تونس ولا بدعة في تونسية، مش بدعة في تونس، لأنه من خلق البنك المركزي في سنة 58 وعندما بعث البنك المركزي وترجع حتى للتاريخ، ووقتها السيد الهادي نويرة المرحوم الهادي نويرة اللي بعث وخلق البنك المركزي تحدث عن استقلالية البنك المركزي في سنة 58، ولذلك في تونس مش بدعة، بل في البنك المركزي كان في الستينات عنده استقلالية كبيرة، وتطورت بعدها الاستقلاليه تزيد وتنقص حسب الوقت. ومش بدعه تونسيه لانها موجوده في كل البلدان الديمقراطيه تقريبا، وكل البلدان الناميه التي تطورت وصارت ديمقراطيه تقريبا الكثير منها، مش بدعه. والثاني حاجه، الاستقلاليه هي مش هدف في حد ذاته، راه مش الاستقلاليه لسبب انه البنك المركزي او المحافظ او يحب يكون، لانه اليه من اليات فاعلية السياسة النقدية، لأنه ورات النتائج والتجارب في البلدان الكل أنه لو لم تكن البنك المركزي استقلالية من ناحية قيادة السياسة النقدية ويقع استخدام السياسة النقدية لأغراض سياسية قصيرة المدى، هذا يضر بالاستقرار المالي. ولذلك هو الاستقلالية ليست هدف في حد ذاتها وليست مطلقة، بل هي هدف استقرار المالي يستدعي ويستوجب أن تكون هناك استقلالية، وتختلف نوعية هذه الاستقلالية من بلد إلى آخر ومن حسب الواقع في البلد هذاك. لكن فيما يخص الجزء الثاني من السؤال، التجاذبات اللي صارت بين قرطاج، والله التجاذبات أولا هو
الاستقلالية شخصيا عندما في بعد الثورة ودعيت إلى القيام بهذا الوظيفة كان الاتفاق مع رئيس الحكومة الأول السيد محمد الغنوشي وثانيا مع السيد الباجي قادسبسي أنه لابد أن البنك المركزي تكون له استقلالية في العمل متاعه. كان هذا من الأشياء التي وقع الاتفاق عليها من البداية وليس مع الحكومة هذه، ولذلك موضوع الاستقلالية لم يطرح مع الحكومة الحالية بل هو طرح من البداية ووقع الاتفاق. وتشوفوا حتى في ترجع إلى يعني الفترة في سنة 2011 وأنه وقع الاتفاق أن المحافظ لا يحضر جلسات المجلس الوزاري، يحضر الجلسات الوزارية نقل عمل لأنه لابد من التنسيق بين البنك المركزي والسياسات الأخرى، لكن في اجتماعات مجلس الوزراء لا يحضر البنك المركزي، وهذا من أسباب التي ومن مقومات الاستقلالية هذه. ولذلك من البداية عندما جاءت الحكومة الجديدة وسيد حماد الجبالي كان واضح هذا الموضوع، طرح وتحدث فيه مع السيد رئيس الحكومة وواقع كان الاتفاق أنه لابد من أعطاء كما جاء في القانون اللي قلت عليه، قانون السلطة في الفترة الانتقالية، وبعض النقاش الضافي واللي صار في المجلس الوطني التأسيسي أنه يقع احترام استقلالية البنك المركزي. ولذلك إلى حد الآن أنا ما شفتش إعادة نظر أو تشكيك في هذا، حتى الحكومة والسيد رئيس الحكومة نفسه عدة مرات يقول به ويصرح به أنه ما عندوش مشكل في استقلالية البنك المركزي. في الواقع ما فيماش إشكالية حسب ما أعلم من الناحية العملية والواقعية، إنما هناك حديث كثير جانبي نشوفوه في الصحافة، نشوفوه في عند المدخلين، ما يقولوا بعض ما يقولوا أخصائيين إلى غير ذلك، يخلقوا في الإشكالية هذه اللي هي مش مطروحة. سي مصطفى سمعنا كونك ما تنسش التليفون على المستشارين الاقتصاديين لدى رئيس الجمهورية، هذا من الكلام اللي قاعد يدور. والله هذا مش صحيح، أنا ما عمره يا سيد رئيس ما طلبني حتى مستشار وما حزش عليه تليفون، بل بالعكس أنا أقول أنه رئيس الجمهورية ما تهزش عليه تليفون، أنه أنا طلبت باش نقابل السيد رئيس الجمهورية ولم أحظى بمقابلته إلى حد الآن، وحتى البعض من المستشارين ما هزوش تليفون. يعني سيد المحافظ باش نستفهم مليح، هل أن هي مسألة فقط لأنه هذا السيد رئيس الجمهورية المؤقت صرح بهذا في التلفزة أمام الناس كل أنه قال أنا خذيت قرار باش نحي محافظ البنك المركزي، هل هي مسألة شخصية أو هي هل هي مسألة متعلقة بسياسة البنك المركزي اللي ما تروقش السيد رئيس الجمهورية؟ والله هذا السؤال وجيه وحق وهام، شو نقول لك أنا؟ نقول لك شو نعرف؟ اللي ما نعرفوش ما نجمش نقول لك عليه. اللي نعرفه هو أنه في العمل متاعنا مع الحكومة بين البنك المركزي والحكومة ما فماش خلافات حول السياسة أو حول ما يقوم به البنك المركزي. ما تقول نعطي الآراء بطبيعة الحال في عندما وقع نقاش خلاف حول وقت اللي خرج برنامج الحكومة حول السياسة النقدية والبنك المركزي قال لا أنا مش موافق السياسة، احنا ما اختلفناش حول المحتوى. تدخلها على الصيغة، ما جاء أنه عندما أصدرت الحكومة الوثيقة اللي تقول هذا برنامج الحكومة جاء فيه سطر يقول أنه متابعة سياسة نقدية توسعية وكذا كذا، قلنا هذا ما موش مكانه برنامج الحكومة من ناحية الشكل ليس من ناحية المحتوى. قلنا ليس هذا من دور الحكومة أن هي تتحكم وتقرر سياسة نقدية. مش زعما هذا هي المشكلة في الأصل، مش على المحتوى، احنا على صنع من شكليا لا يمكن أن الحكومة، مش دور الحكومة لأن القانون هذا حسب القانون مش حسب أن أقول أنا، حسب القانون ليس من دور الحكومة أن تقرر السياسة النقدية بل هو من دور البنك المركزي، يقول له موش مكانه أن يقع التنصيص في برنامج الحكومة على محتوى السياسة النقدية اللي هي تبقى، هذا هو الواحد شكلي وليس من ناحية المحتوى. كيفاش تفسر يعني دونك نرجع لسؤالنا، يعني القرار المعلن وحتى رئيس الحكومة كيف تكلم قال انه تنحية المحافظ البنك المركزي مسألة واردة حتى أنا... شوف اللي نعرفه اللي قلت لك اولا في معاملاتنا الرسمية وعمل اليومي مع الحكومة ما عنديش حتى ما عنديش انا من مانيش شعر انه فما اشكال.
معاملاتنا مع اجتماعات الحكومة، مع السيد وزير المالية، مع الوزارات الأخرين، تعامل عادي وتنسيق متواصل، ولذلك ليس فما هناك إشكاليات على محتوى السياسة أو على العمل العادي. هذا النقطة الهامة. لذلك إذا كان فما ناس تقول هذا، هذا من طرف يعني المزايدات. لكن في نفس الوقت نشوف أنه فما الكثير من المقالات والواحد والكثير من الأشخاص اللي قاعدين دائما يدخلوا في الشكوك ويخلقوا في المشاكل. أنا نقول ربما نسبة هامة من اللي قاعد نشوف فيه هو من مفبرك من طرف بعض الأشخاص لأسباب ربما مش لازم نتحدث فيها، سواء من اللي عندهم داخلين في الفساد وعندهم مشكلة مع المحافظ البنك المركزي، أو اللي عندهم الأشخاص اللي عندهم ربما أسباب شخصية، عندهم طموحات شخصية إلى غير ذلك، هما يخلقوا في الجو هذا. أنا النسبة كبيرة من اللي قاعدين نشوفوه هو مفبرك ومخلوق من طرف أشخاص اللي عندهم مصالح شخصية. البقية ما نعرفش، البقية إذا كان فهم أسباب أخرى ما نعرفش. تمكنوا من إقناع رئيس الجمهورية بهذا؟ ربما أنا بقول لك هذا نشوفه. هذا نشوفه، هل تمكنوا من إقناعه، هل هناك أسباب أخرى اللي هي خفية بالنسبة لي أنا ربما موجودة من نجمش نقول. نجيو لقضية أخرى سي مصطفى، اللي هي قضية استرجاع أموال تونس المنهوبة في الخارج، وستك ترأس لجنة في هذا الشأن، والبنك المركزي على عنده عمل من أجل متابعة أموال تونس المهربة وألا المنهوبة في الخارج. إلى حد الآن ما شفناش ربما إلا طيارتين فقط هم اللي رجعوا إلى تونس، مازالت الأموال منثورة هنا وهناك وهي ملك للشعب التونسي. يعني هل إلى هذا الحد حسب رأيك كمحافظ بنك مركزي تونسي، هل إلى هذا الحد منظومة ملاحقة الأموال المهربة وألا المنهوبة دوليا هي منظومة ضعيفة، ما فماش إطار قانوني ربما يعطيها القوة القانونية وقوة التنفيذ وقوة المتابعة وتخلي صاحب الحق أنه يسترجع أمواله، وإلا هناك ربما نوع من التراخي وإلا عدم الاهتمام من الجانب التونسي باسترجاع هذه الأموال؟ أولا أنا قلت منذ مدة من بداية العملية هذه أنه عارفينها من البداية أنها عملية صعبة وتستحق وقت، وقلنا أنه الشعب التونسي يلزم يصبر شوية. نعرفوا احنا شاعرين الاسترجاع الاموال هذه شيء هام جدا، والشعب التونسي والمواطن التونسي يعطيها اهميه كبيره، لانه انا قلت هذه من ناحيه شيء مش مساله فلوس، اكثر منها فلوس، اكثر منها مساله كرامه، اكثر منها مساله فلوس. لكن في نفس الوقت نحب نقول حاجتين. اولا من ناحيه كتونسيين، من ناحيه تونس، التونس القضاء قام بدوره بصفه كبيره وظافيه فيما يخص العمل اللي مطلوب منه لمتابعة هذه الأموال، يعني التحقيقات، يعني الأحكام، يعني الإنابات القضائية، متابعة الموضوع هذا مع كل البلدان التي يشتك أنه فيها أموال. كذلك لجنة استرجاع الأموال، اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة في الخارج قاعدة تقوم بعملها، وقامت بعملها على مختلف معنى التنسيق الداخلي في تونس، التنسيق في الخارج، عنا من يمثلنا في الخارج، مكتب محاماة دولي يمثلنا، نتابعوا فيه، نتابعوا ونأخذوا كل الإجراءات اللازمة الوقائية وغير الوقائية لمتابعة الموضوع. يعني من ناحية تونسية قمنا بالواجب، معناها حسب ما هو مطلوب، وربما يمكن أن نقوم بأكثر لكن قمنا به. الشيء الثاني أنه وأنا راجع من بروكسل، كما تعرف أن كنت في بروكسل في بداية هذا الأسبوع، وكان عندنا اجتماع مع العديد من البلدان. في الحقيقة الاجتماع هذا النتائج متاعه غير مرضية، لأنه احنا شعرنا وأنه جل البلدان، منقولش كل البلدان، هذه ماهيش قاعدة تعطي في الموضوع الأهمية اللازمة. فما فرق كبير بين ما يقولوه سياسيا، يقولوا أنه يدعموا تونس ويدعموا موضوع استرجاع الأموال، وعمليا ما قاعدين يقوموا فيه على أرض الواقع من متابعة هذا الموضوع. سامحني سي مصطفى، ثم مسألة مهمة جدا لهنا، حكيت مع برشا مع مسؤولين أجانب لهنا في تونس، يقول لك الحكومة التونسية ما تجهدش العنوان معناتها الحقيقي لمتابعة تهريب الأموال، معناتها الأموال المنهوبة. نحن نتجه للسياسيين، لكن كان المفروض نتجه للقضاء مباشرة، القضاء مثلا البريطاني، القضاء الإماراتي، القضاء تجهنة. اللبناني، نتجه للسياسيين لا قدرة لهم على هذا. مش صحيح، غلط، هذا غلط.
كيفاش تصير الطريقة هي القضاء كيفاش؟ هو القضاء التونسي، القاضي التحقيق التونسي يصدر إنابة قضائية، يعني يطلب من القضاء الأجنبي مثلا قضاء في بلد سويسرا أو قضاء في الإمارات أنه موضوع كذا، فما أموال موجودة وفما حكم خرج على الشخص كذا كذا، يطلب التعاون مع القضاء الأجنبي. كيفاش تصير هذه؟ القاضي يبعث هك الإنابة القضائية عن طريق وزارة الخارجية التونسية اللي تسلمها وزارة الخارجية متاع البلد الآخر، والبلد الآخر هو يحيلها للقضاء. ولذلك الحكومات تتدخل، يعني الحكومة والإدارات تتدخل، ما فماش قضاء يمشي مباشرة من القضاء، يصير على طريق الدبلوماسي وعن طريق الحكومات. ولذلك من المطلوب أنه عندما توصل الإنابة القضائية للبلد الآخر ولا توصل عن القضاء يقع التعامل منها بسرعة وأعطاء الأهمية. قاعدين نشوفوا فما مشكل في هذا، في بعض الأحيان ضيع هي الإنابة القضائية، ضيع في ثنية من وزارة الخارجية متاع البلد، ضيع يقولوا ما قيناهاش ما قيناهاش ما ضاعت. عندنا حالات انه يقولوا ضاعت، حالات معنا دول صارت الحالات هذه، اما غير ماذا بيا دولنا بريطانيا غير متعاونه، لا لا. الامارات غير متعاونه على قلت لك، خليني نقول لك فما بلدان نقول لك ضاعت، فما بلدان توصل الاكثرها توصل، هي 99% ولا 95% توصل، لكن التعامل معها ببطء، ما يحطوش الاولويه، ما يعطوش الامكانيات للقضاة اللي يعملوا فتح، ما يعطوهوش يعني الوسائل التحقيق، ما يعطوهاش الاهميه. وهذا شفناه قلت لك في الاجتماع اللي لاحظناه بصفه واضحه وجليه، في الاجتماع اللي صار هذا يوم الاثنين يوم الثلاثاء في بروكسل، واللي في نطاق الاتحاد الاوروبي، مع شفنا هذا. وفي الحقيقه في الاجتماع هذا احنا عبرنا عن استيائنا، استياء كبير وعميق من ناحيه التونسيه على هذا التعامل الغير الكافي والذي لا يتماشى مع التصريحات والسياسيه اللي تقوم بها الدول هذه. وقلنا انه لابد ان يقع مراجعة الموضوع على المستوى السياسي ومتابعة المشكلة. تعاملوا مع مؤسسات مختصة، مؤسسات خاصة مختصة في ملاحقة الأموال المهربة فما، لكن احنا خذينا مكتب محاماة دولي يمثلنا على البلدان ويقدم القضايا باسم تونس، وكذلك يحقق وهو باش يقوم بالعمل هذا ويستعمل كل الامكانيات والخبرات الممكنه هذا. لكن احنا اخترنا باش يكون عندنا مكتب واحد اللي هو يشتمل على الموضوع هذا الكل، ومش ناخذ مكتب هذا ومكتب في البلاد الاخر وهذا يعمل تفتيش على الاموال وهذا يتدخل على القضاء الى غير ذلك، بل بالعكس حبينا يكون مكتب يشرف على كل الموضوع في هذا. احنا نعتبره ان من ناحيتنا احنا قمنا حتى المكتب المحاماة متاعنا يتشكى من بطء العمل هذا، وهو المكتب هذا نفسه قاعد يتبع في العملية ويدخل حتى على مستوى الدول المختلفة لدفع القضية. مصطفى باش نرجع بك السنوات الثانية ما قبل الثورة، خرجت لنا قائمة معناتها تسربت على مواقع الشبكة الاجتماعية تضم 132 رجل أعمال ومجموعات اقتصادية، مجموعات تونسية كلها معناتها كلها مديونة للبنوك بأرقام معناتها مهولة. معناتها ما هي مصداقية هالقائمة هذه اللي خرجت؟ وشنو عمل البنك المركزي ما بعد الثورة لمتابعة هالموضوع هذا؟ شوف احنا ما نعرفش شنو القائمة اللي تحكي عليها نتاع 32، معناها ضجة كبيرة في تونس. لا لا احنا بعد الثورة مش 32، احنا بعد الثورة عملنا قائمة في العائلات، عائلة بن علي وطرابلسي اللي هما متورطين، و حاولنا نشوف شنية المؤسسات اللي ترجع لهم بالنظر اللي يملكوها وشنية المديونية متاعهم بالنسبة للقطاع البنكي. هذا اللي قمنا به، مش قائمة متاع 32، أكثر من 32، هي عدد أكثر بكثير. بعدها رجعنا عندما 132 مؤسسة وأسماء، لا المؤسسات أكثر، الأسماء تقريبا 132، والمؤسسات أكثر 300 مؤسسة، ولا بعداش ولا حتى 400. والأرقام ضخمة، احنا كي ناخذ فقط الأشخاص اللي موجودين في قرار المصادرة، قرار اللي فيه 114 شخص، الحساب يوري أنه كان عندهم ديون لدى القطاع البنكي ب 2700 مليون دينار. 2700 مليون دينار، رقم ضخم جدا. النصف منه تقريبا يرجع الى اربع مؤسسات، هي تعرفوها اربع مؤسسات، هي تونيزيانا، المؤسسه قرطاج سيمنت قرطاج، السكر، واورانج.
هذم الأربعة، هذم تقريبا نصف الديون ترجع للمؤسسات هذه، والبقية ل 200 مؤسسة أخرى، 220 مؤسسة أخرى تقريبا، 220 مؤسسة ترجع لهذه. طبعا الحال أكثر المؤسسات، جل المؤسسات هذه وقع المصادرة متاعها، والديون هذه أصبحت يعني الدولة مش دولة مسؤولة عليها، يعني المؤسسات اللي راجعة للدولة هي المسؤولة عليها. احنا في حسابنا معناها عندما ثبتنا في الديون هذه، فما ديون اللي ما فيهاش اشكاليه البنوك ممكن نسترجع لها، معناها مش مخسور، ما تخسرتش، ما فيهاش خساره البنوك، لانه المؤسسات اللي وقع تمويلها مؤسسات اقتصاديا ما فيهاش اشكاليات، يمكن ان توصل العمل نتاعها وفيها مردوديه. لكن فما الكثير من القروض، وصلنا تقريب تقييمنا الوقت ان تقريب 480 مليون دينار هي باش تكون خساره للبنوك، فيها امكانيه ان تخسرها البنوك لانها ليست لها فيهاش الضمانات الكافيه، او المشاريع التي بعثت ما اجدت جدوى او كذا. يعني في ال 2700 مليون دينار فما 480 تقريبا هي اللي يتكمل البنوك باش تكمل الخساره فيها. سامحني زياد في كلمه برشا بالنقطه هذه وننتهي. هل تمت محاسبه من قام بتسهيل هذه العمليات بدون ضمانات، معناتها يعطي قروض بدون ضمانات؟ هذا دور هذا الموضوع، هذا بطبيعه الحال هو فيه القضايا. اولا لجنه تقصي الحقائق تابعت هذا الموضوع، واحنا تعاوننا مع لجنه تقصي الحقائق واعطيناها كل المعطيات اللي طلبتها، وكذلك القضاء العديد، هذا القضاء كله يا اخي العمليات تعرفوا اللي فما 100 400 500 600 قضيه منشوره لدى القضاء، وجلها تخص المؤسسات هذه، تخص البنوك العموميه الاشخاص هذم. وبطبيعه الحال نعرف فما بعض البنوك طلب القضاء منها، يعني اطنان من الوثائق باش يثبتوا في الامور هذه. ومن ناحيه العمليه سيد المحافظ، يعني شنو تاثير هذا على البنوك التونسيه اليوم؟ هل هو تاثير معناها يحد من امكانيه نشاطها، ولا تاثير نسبي جدا؟ البنوك الديون هذه اللي هي ما عادش ممكن نسترجعها. لا، الديون ال 480 مليون دينار طبيعه الحال هي نقص، لكن نقارنوها هي ال 480 مليون دينار اللي خسائر هذه، نقارنوها بجمله ما هو ما نسميه بالقروض التي صعوبه في استخلاصها. 7000 مليون دينار. يعني نشوف القطاع البنكي كله تقريبا اليوم، معناها في اخر 2011 تقييمنا لجمله القروض التي فما صعوبه في استخلاصها 7000، منها 480 يرجع لهذا، يعني نسبه مساهمه لكن مش هي يعني اللي باش تكمل. وشنو سياسة البنك المركزي في تجاه 7000 مليون دينار؟ هذا اشكال كبير، هذا اشكال كبير، هذا راجع تراكمات لعشرات سنين، مش معناها من اليوم. احنا قاعدين عدة اشياء نقوم بها. اولا من ناحية بعض القطاعات، لان نسبة كبيرة، مثلا ناخذ قطاع السياحة، نسبة كبيرة من القروض هذه ترجع الى قطاع السياحة، ولذا لابد من تعامل مع موضوع قطاع السياحة، لأنه قطاع السياحة فيه أصله إشكاليات إصلاح أساسي في قطاع السياحة لتجاوز هذا الموضوع أولا. كذلك الإشكال الثاني أن لا نعيد نرجع لنفس الشيء، لذلك لابد من إصلاح في القطاع البنكي، باش القطاع البنكي في طريقة تعامله مع المؤسسات والقروض، وذلك إصلاح الحوكمة في القطاع البنكي أساسي، وقمنا بإصلاح في سنة 2011، وقاعدين نتبع في إنجاز هذا الإصلاح لتكون المسؤوليات أكثر وضوح، أخذ المخاطر من طرف البنوك يكون أكثر مصداقية وأكثر فاعلية، وهناك إصلاحات داخل البنوك لابد من القيام بها، وخاصة البنوك العمومية، لذلك هناك إصلاح في البنوك العمومية لابد القيام به، وباش بدينا فيه وباش نواصلوا، هذا يتطلب برشا وقت. الشيء الثالث الهام هو عندنا استرجاع الأموال وخاصة القروض هذه اللي صعب استخلاصها، عندنا نظام قضائي وقانون قوانين اللي تخص الاستطلاع اللي فيها نقاط ضعف كبيرة، لابد من إصلاح المنظومة القضائية لاستخلاص القروض والتعامل مع المؤسسات التي لا ترجع القروض نتاعها. فما قانون 95 هذا اللي نتاع المؤسسات اللي تعرض صعوبات لابد من إعادة النظر نتاعه، والحكومة قاعدة تعمل على فما يعني العديد من الإجراءات التي لابد من القيام بها، تشمل القطاع البنكي، القطاع القضائي، والقطاع يعني المالي بصفة عامة. سامحني، فما طلعت على قائمة متاع المجموعات ورجال الأعمال التي أسقطت ديونهم،
آلاف المليارات. لقيت نسبة قليلة من العائلة، معناتها نحكيو على العائلة، فما رجال أعمال أخرين ومؤسسات أخرى أسقطت ديونهم في ظروف معناتها غير طبيعية. هل البنك المركزي باش يراجع العملية هذه، عملية إسقاط الديون اللي صارت في الفترة السابقة؟ حقيقة قاعدين نشوفوا هذا الملف، هذا حليناه وقاعدين ومازلنا ما تحصلناش على كل المعطيات في هذا المجال، لأن نحب نرجعوا يعني على الأقل 10 سنوات التالي. لكن لقيناه لحد الآن، ومعطيات مازالت مش كاملة. أنه نسبة إسقاط الديون هذه مش كبيرة بالنسبة، تقريبا 270 مليون دينار اللي وقع إسقاطه منه، 70 أو أكثر 75 ترجع للعائلات اللي تحكي لعائلات النظام السابق، يعني مش الكل، لكن نسبة هامة. مش صحيح اللي مش وقع إسقاط للمؤسسات اللي ترجع للنظام، أكثر من 74 تقريبا مليون دينار، وأرقام وقتية مش نهائية، نسبة هامة لكن ماشي هي الكل، ولذلك وقع أسقاط الكثير. لكن هذا الأسقاط هذا 270 يعني شيء صغير بالنسبة للقروض اللي مش قاعدة تستخلص، ولو ما وقعش أسقاطها هي تسقط أو ما تخلصش كيف. أنا هو الفرق قانوني، عندما يقع الأسقاط يعني انتهت العملية، والأخرى تقعد هاني مش متفاهمين، البنك مازال في القضاء أو في الواحد 7000 أكثر من 7000، هو كان تحب نرجع أكثر من 7000، لأنه 7000 نزيدوا عليها 3500 أخرين اللي وقع إحالتها لما يسمى بشركات استخلاص. كيف هي ديون كيف ديون تقريبا معدومة ممكن استخلاصها. وش تمثل المجموعة نتاع 10000 هذه بالنسبة لجملة القروض نتاع البنوك؟ هو 7000 من نسبة القروض 13%. 13%. 7000 من نسبة القروض 13%. كان زيدوها 3500 باش نوصلوا 19%. يعني نسبة كبيرة جدا. هذا هو الإشكال الأساسي والكبير في القطاع البنكي. هو كيفاش نتجاوزوا هذا، نخفوا العبء هذا من القطاع البنكي باش القطاع البنكي يتفرغ الى المشاريع الجديده، ما يقعدش هكا معناها الثقل نتاع الماضي هو اللي قاعد ياثر عليه. فما بنوك اللي ثقل الماضي هذا قاعد ياثر عليها، ما نخليهاش تعمل كما قلت سي زياد انه يتطور ويعطيوا القروض للمؤسسات الجديده والمشاريع الجديده اللي مطلوب ان ندعمها. نحب نحكيوا على اصلاح البنك المركزي بالاساس. احنا اصلاح البنك المركزي بديناه من نهار الاول ومازال متواصل. نحكيه على الحوكمة، أو لو نحكيه على الحوكمة والديمقراطية، إحنا الاستقلالية هي جانب من جهونا بالحوكمة متاع البنك المركزي. أولا يعني في الأشهر والأيام الأولى والأشهر الأولى وقع إعادة هيكلة المؤسسة كلها، إصلاحها من داخل وإعادة تنظيم والمسؤوليات كلها تبدلت. ما فيش حتى مدير عام في البنك المركزي بقى في بقعته، كلهم وقع إما خرجوا وإلا وقع يعني تغييرهم ومن مكان إلى مكان، وهذا اللي أعطى نفس جديد وديناميكية جديدة للواحد. يبدو أنك لقيت فريجيدير كبير برشا في البنك المركزي. لا ما فماش فريجيدير. لا مش صحيح. الهيكلة إذن وقع إعادة نظر فيها. كذلك في نقطة الحوكمة المجلس الإدارة وقع أعطاه دوره الفعال، وإعادة أولا إعادة تركيبة البنك المركزي حد ذاته. تعرف البنك المركزي يعني كيفاش، شنو المجلس الإدارة نتاعو؟ مجلس الإدارة نتاعو حسب القانون فيه 4 أشخاص يمثلوا الدولة و4 أشخاص يمثلوا القطاع الخاص. القطاع الخاص كيف تختار القطاع الخاص؟ شكون يكون موجود فيه القطاع الخاص؟ كان الأشخاص موجودين هم يمثلوا مصالح خاصة. قلنا هذا مش معقول، البنك المركزي يكون الممثلين وأعضاء مجلس الإدارة يمثلوا المصلحة العامة. ولذلك قلنا أنه يكون فيه جامعين أو يكون فيه رجال مال أو أعمال لكن ليست لهم مصالح خاصة مع القطاع البنكي، ويكون هناك ممثلين. ولذلك وقع إعادة تركيبة مجلس الإدارة وإعطائه دوره كامل في القرار. كل القرارات اللي يأخذها البنك المركزي يقع تدرسها وأخذ القرار من طرف وليس من طرف المحافظ فحسب، بل من طرف مجلس الإدارة، أعطاه مجلس الإدارة. كذلك أعطاه يعني خلق بعثنا يعني مكتب ولا خلية للرقابة داخل البنك المركزي اللي ربطناها بالمجلس الإدارة اللي ما كانش موجودة.
لذلك إصلاح في مخصص الحوكمة واسع وكثير، نجم نتحدث أكثر في هذا لكن ربما يطول الحديث، لكن إصلاح البنك المركزي وإصلاح الآليات العمل متاعه والعمليات متاعه هذا يومي قاعدين نقوم به في كل المجالات. ناخذ فاصل إشاري ونعود. سي مصطفى، نجيو للقضية، أعتقد أنها مهمة جدا الآن في العالم وفي تونس كذلك، هي مكافحة غسيل الأموال. فما منظومة عالمية دولية لمكافحة غسيل الأموال، هل تونس ممكن تكون طرف فاعل في هالمنظومة هذه؟ هل البنوك التونسية قادرة على أنه تأدي دورها في مكافحة غسيل الأموال؟ وبصراحة خلينا نقولها، لأنه فما أموال مشبوهة إلى جانب غسيل الأموال، خاصة مع تنوع المشهد الحزبي واتهامات معينة أنه فما أموال ترد بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية. كيفاش ممكن المنظومة البنكية التونسية تكافح الظاهرة هذه؟ هو نذكر أولا أنه من إصلاحات، نحكي على إصلاحات البنك المركزي والإصلاحات في القطاع هذا، تونس أصبحت طرف في المعاهدة الدولية حول غسل الأموال متاع 2003 ووافقت على ومن الأشياء اللي تطرحها هذه المصادقة هذه على الاتفاقية الدولية أنه يقع بعث هياكل في تونس لمتابعة هذا الموضوع. وبطبيعة الحال وقع بعث الهياكل، وقع يعني الأوامر والقوانين كلها وقع، لكن في العملية في النظام السابق هذا الكل كان وجهة، لكن في العمل معناها وقع افراغه من كل معنى. قيت انه الوقع هذا الموجود موجوده الهياكل هذه، لكن تجي تقول اش تعمل واش عملت وما تلقى حتى شيء. ومن الاشياء الاولى اللي عملناها وقع تفعيل ودعم هذه المنظومه. لذلك عندنا اليوم هياكل متابعه لهذا فاعله، فيها الموارد البشريه، فيها الموارد الماديه للقيام بالعمل نتاعها. حتى انه وقع قبولنا في المده الاخيره في مجموعه تسمى دوليه، تسمى مجموعه إجمو. هذه مجموعه إجمو هذه مجموعه نتاع الوحدات اللي يسميوها اللي تعتني بمتابعه غسيل الاموال بين البلدان، لكن باش تقبل يقبلك لان تستجيب الى العديد من المواصفات. جاءوا وشافوا اللي الهياكل الموجود عندنا والتنظيم الموجود عندنا ولا يضاهي ما هو موجود في البلدان الاخرى. وهذا باش يصير تقريبا هو في الحقيقه رسميا يوم 11 جويليا القادم، وباش يكون قبولنا رسميا في هذه المجموعه، باش نوليو معناها داخلين في المجموعه بصفه فاعله ورسميه. ولذلك اصبحت عندنا الهياكل الموجوده، لكن مازال فما نقص كبير مثلا على مستوى البنوك. البنوك مازالت ما عندهاش الهياكل اللازمه والواحد قاعدين نتبعوا فيه، معنا قاعد نعمل مع البنوك في الوقت الحاضر بانه البنوك تنظم روحها باش يكون عندها امكانيه التعرف وتحديد العمليات اللي فيها مشبوهه، اللي فيها غسيل اموال الى غير ذلك. ولذلك العمل هذا بديناه متواصل، مازال فيه نقائص كبيره، لكن نعتبر ان في تونس اصبح لنا القدره على متابعه هذا الموضوع والقيام بمراقبة كل العمليات المالية اللي يمكن فيها شكوك حول مصدر الأموال، غسيل الأموال أو فساد أو إلى غير ذلك. ما نجموش سي مصطفى نختموا الفقرة هذه المصرفية البنكية بين ظفرين من غير ما ناخذ رأيك في موضوع التصنيف السيادي الائتماني اللي هو عمل برشا ضجة في المدة الأخيرة، وبصراحة التبس علينا الأمر، يعني بين اللي يقول لك عنده تأثير وما عندوش تأثير. حسب رأيك كمحافظ بنك مركزي، التخفيض التصنيف السيادي بتاع تونس مؤخرا بدرجتين، هل ممكن يأثر؟ وإذا كان صحيح ممكن يأثر على أي مدى، يعني قصير بعيد متوسط؟ والله نحب ناخذ الفرصه هذه باش نقول حاجه اخرى ونجاوبك على سؤالك. كي قلت لك فما حاجات مفبركه، هذه من الحاجات المفبركه. تعرف اللي في الكلام اللي صاير اتهمت بحاجتين. اتهمت انه محافظ البنك المركزي هو اللي اثر على المؤسسه نتاع الترقيم السيادي باش تخفض في الترقيم السيادي. اتهمت انه محافظ البنك المركزي هو اللي قاعد يعطل في عملية حصول تونس على تمويلات في الخارج. هذه من الأشياء الواحدة. معناها شيء غريب. أولا هذا أعتبره
يعني اتهام بالخيانة، لأنه المواطن التونسي محافظ برك مصر اللي يقوم بالشيء هذا، سواء يعطل يعركل أنه تونس تتحصل على تمويلات من الخارج أو يدعم معناها التخصيص، هذا خيانة، الاتهام بالخيانة العظمى نسميها. ولا هذا كله اللي كلها من الأشياء اللي مفبركة، اللي بعض الأشخاص اللي قاعدة تطلع فيها العملية هذه. وإذا كان فما شيء هذا، نقول إذا كان فما حد عنده أي مش عشر، واحد من ألف شبهة، أنا من اليوم ما نرجعش للبنك المركزي ولا حتى في واحدة أخر. يعني هذا غير مقبول، معناها وصلنا لمستوى منحط من النقاش والسياسي، والواحد اللي معناها يتجاوز كل الحدود. إذا كان نحب معناها الترقيم السيادي هذا، باش نكون واضحين في التوقع أنه هذا هذه مؤسسات تقوم بدورها، تصيب وتخطأ، نصف تصيب نصف تخطأ، إلى عندهم ما ما ويقع وهما بنفسهم يعني فيه يعني الكثير من الحوار والإشكاليات حول طريقة العمل متاعهم وتشكيك فيها، هذا كله موجود على المستوى العالمي. فيما يخص نحن، احنا شنو تأثير العملية هذه؟ أولا يلزم يفيقنا وأنه فما بعض الناس تغزر إلى بعض المشاكل الإشكاليات المطروحة في تونس، الاقتصاد التونسي تنظر إليه وتقول لك رد بالك، راهو كذا في القطاع البنكي فما مشاكل عندك، في المالية العمومية والتحكم في المالية العمومية عندك ربما مخاطر أنه انزلاق المالية العمومية، عندك ربما مشاكل في ميزان المدفوعات وقدرتك على التحكم في الموجودات من العملة الصعبة، رد بالكم لأنه هذا ربما ما تحكموش فيه وتنزلق تونس إلى إمكانية أنها ما تتحكمش فيه. هذا يجب نسمعوه ونتعاملوا معاه، فيه الصحيح وفيه اللي مش صحيح تماما، نشوفوه ونتحدثوا فيه. التأثير متاع الترقيم هذا حسب رأيي أنه في المدى القصير ما نصورش أنه عنده تأثير كبير على تمويل الدولة ولا تمويل تونس، لأن تمويلاتنا في 2012 تقريبا باش تكون خارج القطاع المالي والسوق المالية العالمية، فيما عدا إذا كان فما كيما عندنا التمويل اللي باش يكون بضمان من الولايات المتحدة الأمريكية، ما فيش تأثير لأنه ضمان الولايات المتحدة عند نولي التمويل نتحصل عليه بشروط معقولة ومقبولة، ولذلك ما عندوش تأثير على تمويل. لكن ربما يكون عنده تأثير على تمويل بعض المؤسسات. لكن احنا في تونس ربما في السنوات القادمة، ربما 2013-2014 نضطر إلى الرجوع إلى السوق المالية العالمية، والترقيم هذا لو أنه يتجدد من طرف الوكالات الأخرى، لأنه إذا كان وكالة برك هي تخذ الترقيم ربما لازم نتجاوزوها، لأنه فما أربعة هما موجودين في العالم تقريبا، أربعة وكالات أساسية، لكن واحدة تخفض لنا والأخرين يقعدوا في مستوى الترقيم الاستثماري، فماش إشكال كبير. بارك الله فيك سي مصطفى، هكذا ننهيو الجزء الاول من حوارنا اللي كان معناتها خذا فيه الجانب البنكي والمالي الحيز الاكبر، لكن نشوف مع بعضنا التقرير التالي وبعدين نرجع لك سي مصطفى. شهد الاسبوع هذا في تونس تصعيد جديد بدا من يوم الاثنين على خلفيه عرض لوحات في قصر العبدليه ودعوه ايمن الظواهري قائد من منظمه القاعده انصار الشريعه في تونس للتحرك ضد حركه النهضه، وسجلنا اعتداءات كثيره وكبيره ضد بعض المحاكم في سجومي وفي بنزرت وضد عديد مراكز الامن والحمايه المدنيه، ووقعت اشتباكات بين عناصر سلفيه وقوات الامن والجيش في الضواحي الغربيه للعاصمه وفي جندوبه وفي سوسه، مما دفع بالحكومه الى اعلان حظر التجول اللي دام 3 ايام. وشدد وزير الداخليه علي العريض في تدخله امام المجلس التاسيسي على اراده الوزاره الوقوف بكل قوه ضد كل من يعتدي على القانون او يمس مقرات السياده او يعتدي على الاشخاص والممتلكات. ومنعت الداخلية المظاهرات اللي كانت النهضة دعت لها يوم الجمعة، وخاصة انه السلفيين دعوا زادة للتظاهر في نفس الوقت،
وعبرت كل مكونات المجتمع السياسي والمدني على وقوفها ضد كل من يحاول الالتفاف على الثورة أو المس من مكاسب الشعب التونسي. وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي التقى رئيس الحكومة مؤكدا وقوف المنظمة الشغيلة من أجل حماية البلاد وحماية مقرات الاتحاد اللي تعرض بعضها للحرق. وفي المجال الاقتصادي سجلنا انطلاق منتدى تونس للاستثمار مساء الخميس اللي فات، واللي يبحث في إمكانيات مزيد دفع الاستثمار وتنشيطه، كما صادق المجلس التأسيسي على مشروع المتعلق بالأحكام الاستثنائية بالانتداب الوظيفة العمومية، واللي من شأنه تسهيل الانتدابات اللي وعدت بها الحكومة في ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012. سي مصطفى، الأسبوع اللي كانت شهدت تونس كما شافوا الناس الكل لاحظنا فيه أعمال استثنائية، عنف واستهداف مقرات سيادية، ثم الحمد أن المسألة انتهت فيما يبدو في الوقت الحاضر. هل الأسبوع هذا حسب تقديرك باش يكون عنده تأثير على صورة تونس في الخارج، باش يكون عنده تأثير على مستقبل القريب الاقتصاد التونسي، ولا باش يكون تعدى وانتهى؟ احنا شاهدنا لاحظنا في الفترة منذ 14 جانفي تقريبا كلما استتب الأمن لمدة طويلة نسبيا، وكل ما شفنا المؤشرات الاقتصادية والإقبال على تونس يتحسن، وعندما تشي شيء أنه يكسر هك الأمن هذاك وتصير أعمال شغب إلى غير ذلك، كلما تكسر أكن السقم تحت التحسن. ذر لي نفس الشيء، لابد أنه ما صار في الأسبوع هذا قاعد ربما خطر أنه يكسر أكن السق اللي شفناه في تحسن مع استرجاع السياحة مثلا إلى مستوى من التشغيل ومستوى من الحركية، ربما ينقص من أقدام المستثمرين اللي بدأوا يرجعوا، المستثمرين الأجانب اللي بدأوا يرجعوا، إقبال المتعاملين الماليين بصفة عامة في القطاع المالي وقطاع العمل، كل هذا ربما يأثر. نقول أنه إن شاء الله تكون معناها الأمور توقف إلى هذا الحد، لأنه لا قدر الله لو أن تتواصل أو تستر نرجع إلى نفس نسق هذا، العوام النتائج تكون وخيمة جدا. لكن أو لو يبقى وأنه كما شفنا في الأيام الأخيرة يوم الجمعة ويوم السبت إلى آخره أنه الأمن مستتب ورجوع إلى ربما هذا يمكننا من تجاوز هذه اللي صار يوم الاثنين والثلاثاء بسرعة. لكن المطلوب أنه نواصل عمل استرجاع الأمن، أنه سلطة الدولة ترجع كما يجب، أنه عملية العنف يقع إيقافها، ولا إذا كان يصير هذا ربما نتجاوز هذه العملية وتكون التأثير السلبي يكون محدود. لكن لا قدر الله لو أنه ترجع الأمور وهذا ربما يكون تأثيرات وخيمة جدا. وصفك وزير سابق للتنمية الاقتصادية والجهوية، كيفاش تقيم الزيارات الميدانية الآن لبعض أعضاء الحكومة في مختلف الجهات من أجل دفع عجلة التنمية؟ والله ما منجمش نقيمها، لأنه باش نقيمها لازم حضور، لازم تشوف مانيش مواكب فيها بصفة مباشرة. لكن الشيء اللي نعرفه أنه الحضور على الميدان هام جدا. ما نجمش تعمل سياسة تنمية جهوية وتنمية في الجهات إذا كان ما يكونش الحضور متواصل ومكثف، مش بزيارة فقط لكن بزيارات، وكل وزير وكل مسؤول يكون يصل ويشوف شنية الإشكاليات وإنجاز المشاريع، مش نجي ونعمل المشاريع فقط لكن لابد من متابعة الإنجاز، لأنه الإنجاز هو الأساس. الإعلان المشاريع هو بداية، لكن الهام هو أنه الإنجاز، وحسب تجربتي أنه الإنجاز هو الأصعب. الإشكاليات كبيرة في أي مشروع خاص أو عام أو مدام في التجهيز أو في الصحة أو في التربية، كل ما تلقاش حتى مشروع أي صغير ولا كبير ما تلقاش فيه إشكالية إنجاز، ولذلك المتابعة ودعم عملية الإنجاز هي الأساس. سي مصطفى، أنت قبل ما تنتقل إلى البنك الدولي وأصبحت فيه كبير الاقتصاديين بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خليت وراك لغز كبير ياسر في تونس. سنة 95 قدمت استقالتك، لكن إلى حد الآن ما نعرفوش الأسباب الاستقالة هذه. يظهر لي أصبحت واضحة، واضحة الأسباب.
واضحة لأنه ربما ما كانش واضحة وقتها. احنا لاحظنا، أنا شخصيا لاحظت أنه من سنة تقريبا 92 و 93 فما حاجتين أساسيتين صاروا اللي لاحظتهم هما اللي دفعوني أنه نغادر الحكومة والقطيعة مع النظام السابق. أولا شفنا في مجال السياسي التوجه اللي أصبح واضحا، لأنه كل ما يهم حقوق الإنسان وكل ما يحل الحريات وقع تعدي يعني الحدود المقبولة، هذا تعرفوه تعرفوا الناس كل. لكن اللي كان مش واضح بالكفاية في وقتها أنه منظومة الفساد بدأت تظهر وما كانش واضحة منيح في 92 و 93، ما كانش واضحة، لكن أنا بديت نشوف فيها. ونعطيك علاش شنو المؤشرات الكبيرة. من أهم المؤشرات أنه ما تفكرش في التاريخ قد تقدم 92 ولا في آخر 92، أنه رئيس الجمهورية آنذاك قرر وأنه كل ملف يمشي على اللجنة الوطنية للصفقات يزم يتعدى على رئيس الجمهورية. اللجنة الوطنية للصفقات شنو هذه؟ كل الصفقات العمومية الكبرى عن ما يقع طلب العروض وطلبات العروض جي كل يقع لرأستها من طرف اللجان المختصة إلى آخره، لكن في الصفقات الكبرى تمشي إلى اللجنة العليا هذه اللي هي كانت في الوزارة الأولى ويشرف عليها تقنيين فنيين وممثلين وزارات إلى غير ذلك. قرر وقتها أنه كل ملف من اللجنة الوطنية للصفقات يزم يمر على رئيس الجمهورية، واللي رئيس الجمهورية هي اللي تشوف الملف وتعطي توصياتها فيما يخص القرار هذاك. بالنسبة أنا هذاك بداية أنه الفساد باش يدخل في قلب في صميم الدولة التونسية. إذا كان تولي السياسة والمسؤولين الأول في الدولة هو ما يصرف على الصفقات العمومية الكبرى، معناها هذاك الباب مفتوح بمصر عليه مصر عليه على الـ على الـ على الفساد. وبدينا نشوفه كذلك أنه في كل عمليات الخوصصة بدأت فيها المصالح الخاصة تدخل وتدخلات تدخل، وأنا كنت غير قابل لهذا تماما، وهذا من الأسباب السبب الثاني اللي يجعلني يعني نفضل الخروج ولا تكون عندي يد في هذا النظام. بعد 17 سنة القدام كيفاش تشوف اليوم التابلو دبور نتاع الاقتصاد التونسي؟ تاع الاقتصاد التونسي اليوم في عام 2012 كيفاش تشوف؟ شنو العناصر المضيئة، العناصر المخيفة فيه اليوم؟ والله هو عندما ننظر حتى من قبل الثورة، قبل الثورة وقبل انتفاضة الثورة، أصبح جليا أن الاقتصاد التونسي دخل في مأزق. وحتى وعكس ما يقوله البعض، حتى المؤسسات الدولية، وأنا كنت في البنك الدولي، قالت البنك الدولي أنه النموذج التنموي تونس وصل إلى حدوده، وقع قول هذا مش مؤسسة دولية. علاش وقع وصل إلى حدوده؟ لأنه النظام التنموي اللي كان مبني على الأجور المتدنية وعلى اليد العاملة الأقل تكوين وأقل واحد، هذا المنوال التنموي اللي بديناه في سنة السبعينات وتواصل في الثمانينات والتسعينات، عندما وصل إلى التسعينات وخاصة في العشر السنوات الأخيرة بعد 2000 أصبح ما هوش يخلق في المواطن الشغل بالنوعية وبالعدد الكافي لاستيعاب الشباب اللي خارج من الجامعات وخارج من المدارس واللي أصبح له تكوين وتربية مستوى تعليمي أعلى. ولذلك بصفة عامة نعرفينه أنه الثورة هي جات لتكرس وتوري بصفة جلية وضع اللي كان مفهوم معروف ومعروف الكثير من الناس اللي كانوا يعرفوه. ولذلك لكن في نفس الوقت عنا كتونس عنا أشياء كبيرة أن نجموا نتعمدوا عليها للقيام. عنا يد عاملة معترف ورأس مال بشري كبير، ونسبة التعليم تطورت والشباب إلى غير ذلك. عنا مؤسسات دولة موجودة وأثبتت قدرتها في السنة الأخيرة على أنه فما صلابة الإدارة اللي تمكنت من وصلة العمل متاحة.
يا اخي مش شيء كبير معناها في تونس. احنا سنه ثوره وكل النكسات الى اخره، الكهرباء معناها مقاش انقطاع، الماء في اخر جام في جامنا لي فاكتور، نظام المدفوعات في اخر جام في جامنا لي فاكتور نتاع الماء والضوء والماء. اي ولا ويتبعك ويقول لك توا، يقول لك يبعث لك الواحد اذا كان ما خلصش الفاتوره، يبعث لك الواحد توا اليوم ما خلصش الضوء يبعث لك يفكرك فيه. نظام الدفعات دور البنك المركزي والبنك الدور القانوني، ما فماش نهار اللي المواطن حاجته بفلوس من النقد نتاعه ولا ما تحصلش عليه. هذا كله انه فما هياكل دوله موجوده التي لها القدره ان تمر بالبلاد الى المرحله القادمه، لكن يلزم نحافظوا عليها. يلزم نحافظوا على الاداره نتاعنا، يلزم نحافظوا على المؤسسات اللي تعمل مليح، مش البنك المركزي، نحاولوا حتى المؤسسات اللي هي شاده النجم نحاولوا نبركوها كذلك ونعملوها. أنا يلزم نحافظوا على المؤسسات اللي عندنا اللي نصلحوها الكثير كل شيء، بس فماش حاجه ما تستحقش الاصلاح، كل مؤسسه حق. لكن عندنا مؤسسات، عندنا موارد بشريه لابد ان نستغلوا، عندنا نظام مؤسسات اقتصاديه، عندنا الاف المؤسسات لازم نحافظوا عليها. سي مصطفى الوقت قاعد يداهم فينا، بنسالك سؤال معناتها يتردد في الشارع التونسي لربما نعرف الاجابه نتاعو، حكايه الترناطه ونص نتاع الذهب اللي خرجت من تونس شنو حكايتها هذه؟ وهذا من تتفكر انه في الايام الاولى عندما رجعت الى تونس الايام الاولى بعد الثوره هذا هو كان الحديث، وتفكر انه بعد ايام قمت ب يعني ندوه صحفيه وبينت الامر هذا، وما فماش حتى جديد. الامر بيناه انه قمنا بجرد للموجودات اللي عند البنك المركزي في تونس من الذهب والموجودات الموجوده في الخارج، وجبنا يعني مراقبي الحسابات وعدول شهاد ولا شنو، وعديناهم وحسبناهم ووزناهم بالجرام، وقلنا انه ما فماش حتى اشكاليه من هذا الموضوع. ولذلك فما ناس قلت لك فما فابريك، فما برشا ناس تتخرج في الوحده الشكشوك البارده معناها اللي قاعده مبيته معناها يخرجوا في الحاجات يجمروا. شنو نسبة النمو المتوقع حسب البنك المركزي لتونس في عام 2012؟ والله البنك المركزي معناش احنا ما نعملوش نسبة، ما نقيموش نسبة، وربما هذه من الأشياء اللي البنك المركزي يزم يقوم بها في المستقبل. مازال معناش الآليات لهذا، نقول حتى الزملاء في البنك المركزي يكون عنده موقف في البنك المركزي عنده فكرة على شنو النمو نتاعهم، لكن لازم آليات باش يقوموا به بصفة علمية وصفة لازم يقوموا به. حسب رأيي أنه الثلاثة ونص اللي هي في منوال التنمية اللي أعدته الحكومة ممكن إنجازه، ممكن إنجازه، ويمكن حتى يكون أكثر ويمكن يكون أقل حسب ما يصير، لأنه المستجدات هذه تأثر كل المستجدات. ولذلك ثلاثة ونص ممكن، لأنه احنا خارجين من سنة 2011 اللي هي سلبية، سلبية ب1.8، ولذلك ثلاثة ونصف يعني معقولة وممكنة لو أنه نواصل النسق هذا. لكن في نفس الوقت فما شيء آخر اللي هو ربما يأثر سلبيا علينا، وهو ما قاعد يصير في أوروبا. إنما لازم نقوله هذا، ولابد أن المشاهد التونسي والمواطن التونسي يعرفوا أنه اللي قاعد في أوروبا خطير جدا، خطير جدا، لأنه أوروبا في أزمة اقتصادية وأزمة مالية اللي ميزاننا ما نعرفوش فين باش تمشي، لكن اللي موجود حاليا واللي نعرفوه يعني باش يكون عنده تأثير كبير سلبي على تونس من ناحية التصدير، من ناحية السياحة، من ناحية الاستثمار، من ناحية تحويلات الأموال نتاع المواطنين بالخارج. كل هذه الأشياء باش يكون عنده تأثير سلبي في الفترة القادمة، دينا نشوفوه في السنة هذه في الأشهر الأخيرة، لكن باش يتفاقم في الأشهر القادمة وربما حتى في السنوات القادمة. ولذلك هذا من الاشياء الكبيره اللي يلزمنا ندخلوا لها في حسابنا. ماناش قاعدين نعيشوا في عالم اللي مش قاعد يتغير، واحنا القدره نتاعنا التنافسيه يلزم نحافظوا لها، السلم الاجتماعي يلزم ندعموها، يلزم الانتاجيه نتاع المواطن التونسي تزيد. هذا هو اللي نجموا به نقاوموا هالصعوبات اللي جايتنا من الخارج واللي باش تكسر. ماناش احنا نتكلم، انا نتحدث مع المراقبين في الخارج ونقول لهم احنا التحول الديمقراطي ويقولوا لنا كيما اوروبا الشرقيه وكذا، نقول لهم احنا اوروبا الشرقيه عملت التحول الديمقراطي بتاعها في التسعينات
وقت التسعينات كان العالم في نمو تاريخي يعني نسبة النمو. احنا في البلدان العربية هذه متاع الربيع العربي والواحد مع سوء الحظ أننا قاعدين نصيروا في فترة وأنه الاقتصاد العالمي في صعوبات كبيرة وكبيرة جدا ماهيش باش تعاوننا على ولذلك لازم نعملوا على رواحنا أكثر من كل شيء. وهذاك علاش يلزمنا استبداد الأمن والسلم الاجتماعي ونرجعوا إلى العمل الصحيح وال في كل المجالات. هذاك هو اذا كان هذا ما نعملوش راه الخارج مش باش يعاوننا. تعرف انه الاسبوع هذا شهد اعلان حركه سرباجي قائد سبسي نداء تونس، يعني ميلاد حركه من نوع هذا هل ممكن ياثر على الوضع الاقتصادي الاجتماعي؟ نعرف انه الحراك الحزبي في الدول المتقدمه ياثر حتى على مؤشر البورصه، كيفاش تشوف يعني حركه من نوع هذا ايش ممكن تضيف؟ والله الحراك الحزبي انت كيفاش يصير مش يأثر سلبي ولا إيجابي. إذا كان حراك حزبي في مجال ديمقراطي ومجال غير عنف وما فيش حتى إشكال، هذا بالعكس يعطي حيوية ويعطي مصداقية للتحول الديمقراطي وهذا يأثر. اللي نخافه منه هو دخول البلاد في دوامة العنف، هذا هو الإشكال وعدم الاستقرار الاجتماعي، هذا اللي نخافه منه. ولذلك يلزم نردوا بالنا كثير من الموضوع هذا. الحراك السياسي ما يخوفش وحتى حد ما يخاف منه، بالعكس هو اللي يدعم التحول الديمقراطي اللي هو تأثيره إيجابي حسب رأيي. فيما يخص إمكانية دعم إمكانية تونس بطبيعة الحال كل حد أنا شخصيا أعتبره أنه كل تونسي أنه يجم يقوم كل ما عنده إمكانيات ومن عنده اتصالات وما عنده من واحد يسخرها لفايل تونس هذا مطلوب. لأنه وأنا مناسب أقول أنه البعض يقولوا أنه يعني مش مقبول أنه حتى حد يشك وأنه مصداقية المؤسسات أو الأشخاص اللي يخدموا في الدولة التونسية. وعندما نشوف بعض أنه يقول أنه البنك المركزي هو يعني في خدمة المصالح الأجنبية والدخل فيه هذا مش مقبول، هذا مش مقبول شخصيا أنا أرفضه. لأنه نعتبر أن البنك المركزي والهيكل متاعه وكلهم هما وطنيين ويعملوا لفائدة الوطن ولفائدة تونس. وأنا قلت هذا حتى أنا بالمناسبة نقوله حتى أنا عندما قابلت سيد رئيس الحكومة عندما تولت الحكومة قلت له أنا جيت لتونس لنخدم تونس هذاك فقط، ما عنديش خدمة أي خدمة. تونس هي الأولى والأخيرة في اهتماماتي. بارك الله فيك سي مصطفى على رحابة صدرك وإجابتك على كل الأسئلة. هكذا ننهيو الأسبوع السياسي لهذا الأسبوع، نلتقي الأحد القادم مع ضيف آخر ومع أحداث أخرى وإلى اللقاء.